مين يا يوسف؟ جدو يا بابا. عاوز ايه؟ انا جعان يا ابني، عايز اكل مكان. خلي نزلك امسك، خد كل، يلا اقعد، اطلع فوق، ماشي جيني، يلا اطلع بره. جايب لي البوابه بتاعتك اللي وجاي تاكلها لي. يلا حلو، يلا اطلع بره، كل بره. اخرتها بتطردني يا عم. امسك اخرت شافك، اطلع فوق. حسبي الله ونعم الوكيل. اطلع فوق بقول لك. حسبي الله ونعم الوكيل. امسك امسك، مش عارف بره. يوسف. ايوه يا بابا. تعمل ايه كده يا حبيبي؟ برسم يا بابا. ايه الرسمه دي يا يوسف؟ ده بيت يا بابا. ان شاء الله جميل. وايه الرسمه دي يا حبيبي؟ بيت عيالي يا بابا. خلفت كمان، ما شاء الله ما شاء الله. امال ايه يا يوسف؟ ده بيتك يا بابا. ليه صغير كده يا حبيبي؟ انت كنت عامل في جدي كده يا بابا. يابا حقك عليا، يابا حقك عليا، ما تزعلش مني. عايزك تيجي تنزل معايا تحت، ما تزعلش هنا. يعني انت سايبنا العمر ده كله فوق هنا ورمينا فوق السطوح وجاي تقول لي تعالى دلوقتي تنزل معايا تحت؟ معلش يابا، حقك عليا، حقك عليا، سامحني سامحني يابا. ومقصر معايا في الاكل، بتجيب لي اكل بايت بالاسبوع وباليوم والاثنين. انا اسف يابا، انا غلطان، انا غلطان، سامحني، حقك عليا، ما تزعلش مني. مسامحك يابا. جدو انا وجعك من ايه؟ اسال ابوه. بابا جدو انا وجعك من ايه؟ عينك وجعك من ايه يابا؟ انت قعدت العمر ده كله ما سالتنيش عينك وجعك من ايه، وجاي تسالني الوقت بعد 30 سنه تقول لي عينك وجعك من ايه؟ حقك عليا يابا. عينيا ديت ضحت بقى عليك من تعب وشقي عليك. حقك عليا يابا، انا اسف، انا اسف يابا، حقك عليا، سامحني سامحني، عاوزك صبر بك يابا. وقضى ربك الا تعبدوا الا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الوالدين إحسانا إما يبلغن كبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. السلام عليكم.